انسحابات تحصل بالقوى السياسية العراقية منذ تستعمل السياسية حتى الآن. أكو من يسد مكانه، ولكن هو حالة سلبية صراحة يعني. نعم يأثر بنسبة معينة، وهو كقوة مؤثرة إذا كان في العمل السياسي في بغداد أو في الإقليم. الحزب الديمقراطي كثير من مطالبه دائما تفوق سقف التوقعات، يعني دائما الحزب الديمقراطي يطلب مطالب، وحتى عندما تصدر المحكمة الاتحادية أي قرار فهو لا يمتثل لهذا القرار. هناك إشكالات مع الحكومة المركزية، وكذلك حتى إشكالات في مع الأحزاب الموجودة في الإقليم. هل هو كان هذا الانسحاب هو دافع ضغط على القوى الأخرى، أم هو لأسباب ومبرراته لم تتضح الصورة حتى الآن، ولم يبرر أسباب الانسحاب. أعتقد بالنهاية سوف يرجع العملية السياسية والانسحاب لن يطول.